في موضوع شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله على امتداد الأراضي اللبنانية، اعتباره غير شرعية وغير قانونية. نعم أو لا، أخطأت بخمسة أيار حين كنت وزير اتصالات؟ لا. كان قرار بالتنسيق حين ذاك مع سعد الحريري ووليد جملاط. نعم، بس بعدين لما شافوا من الفتنة كبرت يعني قالوا لا خلينا نوقف. كان خطأ خمسة أيار؟ لا، وكلنا يوم أكل الثور الأبيض، اللي وضع يده على الاتصالات وضع يده على الدولة اللبنانية. سبع أيار أنتو خسرتوا بتعتبر؟ معركة بقاء لبنان مستقلاً عربياً ديمقراطياً حراً مستمرة، ويا إن شاء الله ينضم إلى حزب الله. نعمل لبنان جمهورية إسلامية أو مسيحية؟ لا.